السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في مادة علم النفس والاجتماع في دروس فروع علم النفس وتعدد الاهتمامات النفسية. تعال نتكلم على فروع علم النفس والاهتمامات النفسية والفروع التطبيقية وعلم النفس التربوي وعلاقة علم النفس بالعلوم الأخرى. أولا، الفروع الأساسية لعلم النفس تهدف إلى التوصل إلى قوانين السلوك دون النظر إلى حقيقة ما إذا كان يمكن الاستفادة علميا من معرفة هذه القوانين أم لا. أولا، علم النفس التعلم الذي يدرس قوانين التعلم، وعلم النفس الشخصية الذي يدرس الشخصية وأنماطها وأبعادها. أما علم نفس الارتقاء الذي يدرس ارتقاء سلوك الفرد عبر مراحل النمو المختلفة، وعلم نفس المعرفي الذي يدرس العمليات المعرفية. ثانيا، الفروع التطبيقية وتهدف إلى استثمار معرفتنا لقوانين السلوك في المجالات الخدمية المختلفة، وتنقسم إلى علم النفس التربوي الذي يقوم بتطبيقات العلم في مجال التعلم، وعلم النفس التنظيمي والإداري الذي يستثمر حقائق العلم في مجالات العمل المختلفة. علاقة علم النفس بالعلوم الأخرى: توجد علاقة وثيقة الصلة بين علم النفس وكثير من العلوم الأخرى كالآتي: علم النفس الفسيولوجي ويدرس أثر وظائف الأعضاء والغدد على السلوك، وعلم النفس العصبي ويدرس عمل المخ وهي القاعدة البيولوجية للسلوك، وعلم النفس الاجتماعي ويهتم بدراسة التفاعل بين الأفراد وسلوكهم، وعلم النفس الإكلينيكي ويهتم بدراسة المرض النفسي والسلوكي. وهناك فروع أخرى لعلم النفس وللعلوم أخرى أمثال على علم النفس الحربي وعلم النفس الصناعي. ملخص الدرس: فروع علم النفس الاهتمامات النفسية الفروع التطبيقية علم النفس التربوي علاقة علم النفس بالعلوم الأخرى. سؤال متروك للطالب: اكتب ما تعرفه عن فروع علم النفس. سين 2: وضح تعريف السلوك موضحا خصائص السلوك. وبكده نكون قد انتهينا من درسنا، على أمل بلقاء إن قدر لنا الله البقاء واللقاء مع نفهم نتعلم ببساطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.